بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول ان شاء الله نستمر في السلسله ديال الدروس ديالنا حول المنظور. يلا نحاول نرسموا حرف ا. بعد ما رسمنا حرف اش اي اس غادي نحاول نرسموا حرف ا، نديرو بالابعاد الثلاثه 3 ديمونسيون. إذن غادي ندير نقط تلاشي بإف واحد بإف اثنين، غندير المتلاشيات من أ حتى لبإف واحد. إذن فوق خط مستوى البصر، على خط مستوى البصر، تحت خط مستوى البصر. إذن كنجي كالعادة كندير 6 سنتيمتر كذلك بإف واحد، يتلقوا لي هنا يدي، لأن هي القاعدة ديالها. من بعد كنجيب الارتفاع. إذن كاين القاعدة ثم الارتفاع، مراحل بناء الشكل. إذن ديال أو بي راه كيجيو مقدم في نفس المستوى. إذن كناخد هادي، كناخد أ، كنديها ل بإف واحد، كيتقاد عليا مع العمود ديال بي، باش نلقى بي شرطة أو بي بريم. أ بريم كذلك المتلاشية ديالها كنديها بإف اثنان، كيتقاد عليا مع العمود ديال سي، باش نلقى سي بريم. سي بريم كنديها ل بي اف واحد. بي بريم كنديها ل بي اف اثنين.
نحصل على دي برايم. إذن القاعدة A B C D الارتفاع ثم القمة A بريم B بريم C بريم D بريم. إذن رسمت هذا المكعب تحت، غادي نرسم واحد آخر الفوق. نأخذ هذا القياس نجيبه هنا، إذن A بريم، عندي هاد النقطة هادي بي إف واحد، قطع ليا مع هادا، هادي غنديها بي إف اثنان، غنحصل على هاد النقط، إذن هادي نديها بي إف واحد. هاد النقطة نديها بي إف اثنان، ثم كناخد هاد القياس هذا المدلات ندير 3.5 القطعة ديال المكعب اللي كيجي في الوسط على خط مستوى الوسط، كنديه حتى هو حتى الـ30، نمسح الخطوط الثانوية
كنحاول ندير واحد الشبكة هنايا يعني كناخد هاد القياس اللي درت في اللون ديال جوج سنتيمتر هذا يعطيني العموديات تبقى دائما عمودية نقسمها ليها على خمسة هذا كذلك على خمسة وهذا على خمسة كذلك هادو كاملين كنديهم نقط التلاجي إذن كنعاود نفس الطريقة باش نصاوب باش نقد حرف أ في المستويات الثلاث تحت خط مستوى البصر فوق خط مستوى البصر وعلى خط مستوى البصر كما درنا الحروف الأولى حرف أش و إي و إس هنا باش غنكتبو الشعار ديال الحسنيات فريق حسنية أكادير غنكتبوه اون طوا ديمونسيون يعني بالأبعاد الثلاثة ديالو وبطرق مختلفة أو من منظور مختلف إذا كتبقى عندنا هنا واحد الشبكة اللي فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة في الطول وثلاثة في العرض إذا غنحاول نخرج حرف أ من حرف أ
نفس الشيء عندي الحرف باء كذلك. نفس الشيء عندي فوق خط مستوى المسار. إذا نحاول نلقى العمق ديال هاد الحروف. أولا كندوز هنا، هنا كندي نقطة التلاشي باش يعطيني هاد الجانب هذا، هذا كذلك كندي نقطة التلاشي باش نحصل على هاد الجانب. كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا، وكاين هذا، وكاين الفوق. نفس الشيء غنجي ندير لهذا النقطة، كنديها النقطة التلاشي هادي حيت كتبان ليا الفوق. Thank you.
مستوى الوسط وقدت على شيء وما كان بصح موت على شيء Thank you.
كنلون بدقة، كنبدأ بالجوانب بدقة، عاد كنحاول نلون الوسط. Thank you.
كده عندي هاد الجهة، عندي هادي، إذا حرف أ ديالنا هو هذا، ما كاين لاش نعاود نتراسي بالستيلو كحل، لأن كاينة الدقة الحمد لله. إذا بهذا كملنا الحروف ديالنا، دابا إن شاء الله غادي نحاولو باش نجمعو هاد الحروف، نجمعهم كاملين في واحد الشكل
من دور أمامي من دور جانبي ومن دور فضائي إن شاء الله. نحاول نشوفوا هاد الحروف أو هاد الشعار هذا من زوايا مختلفة، مرة مثلا من الجانب هاد الجانب هاد الجانب هذا، من الفوق من التحت. إذا نحاول نشوفوا الشعار ديال حسنية أكادير من خلال مجموعة ديال يعني ديال الزوايا ومجموعة ديال منظور، كذلك منظور أمامي منظور فضائي ومنظور جانبي. إذا السلام عليكم ورحمة الله، نتلقى إن شاء الله في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.